السلام عليكم، كيف حالكم أيها الصف الرابع؟ اليوم سنلتقي معا في مواضيع جديدة، وسنبدأ في وحدة جديدة هي الوحدة الخامسة من صفات المواطن الصالح، وسوف نتعرف اليوم على موضوع جديد هو الصدق والأمانة. لقد سمعنا قديما بهذه الكلمات، واليوم سنقرأ معا قصة في صفحة الكتاب في صفحة 34، وسنتعرف على مفهوم الصدق والأمانة. لنبدأ معا. بعد أن أنهى أفراد الأسرة عشاءهم، أخذوا يتبادلون أطراف الحديث. محمد، لقد حدثنا المعلم اليوم عن قصة سائق سيارة الأجرة الأمين. سلمى، وما هذه القصة يا محمد؟ محمد، لاحظ السائق وجود حقيبة في المقعد الخلفي لمركبته، وما إن فتحها حتى وجد فيها مبلغا كبيرا من المال وجهاز حاسوب شخصي. سلمى، أكمل يا محمد، ماذا فعل السائق عندئذ؟ محمد، لقد توجه إلى أقرب مركز للشرطة وأخبر الضابط المسؤول بما وجده في مركبته، ثم سلمه الحقيبة. فاتصل الضابط بالرجل صاحب الحقيبة بعد أن تعرف اسمه وهاتفه الموجودين في جهاز الحاسوب، وأرجع الحقيبة إليه. فشكر الرجل الضابط لمساعدته وسائق سيارة الأجرة على أمانته. وقد أخبرنا المعلم أن مدير الأمن العام استدعى سائق سيارة الأجرة لتكريمه على أمانته وإخلاصه. سلمى، إنه يستحق التكريم حقا، وهو نعم السائق الأمين المخلص، إذ لم يغره المبلغ الكبير ولم يضعف أمامه، وتذكر مراقبة الله إياه في السر والعلن. أعزائي، بعد قراءتنا لهذه القصة سوف نلاحظ بعض الصفات الجيدة في هذا السائق. ما الفكرة الرئيسية للقصة؟ ما رأيكم؟ عن ماذا تتحدث هذه القصة؟ نعم، أحسنتم، إنها تتحدث عن الصدق والأمانة. إذن تخيلوا أنفسكم أصحاب هذه الحقيبة، كيف سيكون شعوركم عند فقدانها؟ نعم، أحسنتم، سوف تشعرون بالضيق. إذن لو كنتم مكان هذا السائق، سائق سيارة الأجرة، كيف ستتصرفون؟ نعم، أحسنتم، سوف تتصرفون مثل هذا السائق تماما، وسوف ترجعون هذه الحقيبة إلى أصحابها، لأن الله يرانا ولأن أخلاقنا، نعم ممتازين، لأن أخلاقنا حسنة وجيدة ونحن أصحاب صدق وأمانة. إذن أعزائي، يجب أن نتعامل بصدق وحسن خلق. إذن سنتحدث اليوم عن موضوعين في هذا الدرس، موضوع الصدق، وسنأخذ قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم، وأيضا سوف نتحدث عن الأمانة، وأيضا سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك. سنأخذ الصدق تعريفه وأمثلة عليه وأشكاله، وسوف نتحدث عن الأمانة وتعريفها وصورها وآثارها الإيجابية. لنبدأ معا في صفحة 35، الصدق
من أعظم الأخلاق التي يتصف بها الإنسان، وقد حثت عليها الديانات السماوية جميعها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الصدق، وكان يلقب قديما بالصادق الأمين، حتى المشركين من قريش كانوا ينادوه بالصادق الأمين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وهذا دليل من الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يحث فيه على الصدق. إذن الصدق هو أعظم الأخلاق التي يتصف بها الإنسان المسلم. يجب أن نكون صادقين في جميع الأحوال، سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع، لأن الصدق يؤدي إلى النجاة. ويجب علينا أن نتحقق مما نسمعه قبل نقله أو نشره، أي يجب علينا التثبت من صحة ما يصلنا من الكلام. لننتقل الآن إلى أشكال الصدق في نفس الصفحة. أشكال الصدق تكون في القول، الوعد، العمل، والتعامل. إذن أشكال الصدق أربعة: القول، الوعد، العمل، التعامل. لنرى ما هي الآثار الإيجابية للصدق على المجتمع وعلى الفرد. السؤال في هذه الفقرة في صفحة 36 في بداية الصفحة: أثر الصدق في الفرد والمجتمع، أو الآثار الإيجابية للصدق على الفرد والمجتمع. الآثار الإيجابية للصدق: الصدق قيمة مجتمعية تؤدي إلى: أولاً، منجاة صاحبها، ثانياً، ينال رضا الله وثوابه، ثالثاً، يكسب محبة الناس، رابعاً، من أسباب النجاح في الحياة والعمل والدراسة. إذن الآثار الإيجابية للصدق أربعة: منجاة صاحبه، ينال رضا الله وثوابه، يكسب محبة الناس، يصل إلى النجاح في الحياة والعمل والدراسة. إذن تحدثنا عن الصدق، من هو قدوتنا في الصدق، أشكال الصدق، وآثار أو النتائج الإيجابية للصدق. وهنا أتعامل بالصدق والأمانة وحسن الخلق. لننتقل الآن إلى موضوع الأمانة. ما هي الأمانة؟ أحسنتم. الأمانة هي أن يقوم الإنسان بالحفاظ على عهده والتزاماته بأداء الحقوق وحفظها. ومثال ذلك مثلا: العامل يتقن عمله ويؤديه بأمانة، الطالب يؤدي واجباته ويجتهد في دروسه ويخفف على والديه الأعباء. إذن هذا يؤدي إلى أن يقوم كل فرد بواجبه باجتهاد. هذا هو تعريف الأمانة: الحفاظ على العهد والالتزام بأداء الحقوق وحفظها. ومثال الأمانة في السطر الثاني والثالث أيضا. ننتقل الآن للفقرة الثانية، وهي الآثار الإيجابية للأمانة على الفرد والجماعة. الآثار الإيجابية للأمانة على الفرد والجماعة: أولا، تقوي صلة الإنسان بربه وبالناس، ثانيا، توطد العلاقات بين أفراد المجتمع. إذن آثار الإيجابية للأمانة كالتالي: تقوية صلة الإنسان بربه وبالناس، ثانيا، توطيد العلاقات بين أفراد المجتمع. أحسنتم.
لنأخذ الآن في صفحة 37 أمثلة على الأمانة والصدق. لنبدأ بالمربع الأزرق. مر النبي صلى الله عليه وسلم على كومة قمح عند تاجر، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، أحس بالماء في القمح في داخل القمح، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ طبعا سأل التاجر، فقال له التاجر: أصابته السماء يا رسول الله، أي سقطت الأمطار وتبلل القمح. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ أي لماذا لم تجعل المبلل أمام الناس حتى يروا بأنه مبلل ويقومون بشرائه أو عدم شرائه؟ من غشنا فليس منا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: المسلم ليس من صفاته الغش، من صفاته الأمانة. أيضا هناك مربع أيضا في نفس الصفحة: الطالب الذي يغش في الامتحان يأخذ حق غيره، حتى إن الذي يعتاد الغش في الدراسة يظل يمارس هذا السلوك المعيب طوال حياته، فيهدم المجتمع بدلا من بنائه. إذا الطالب الذي يعتمد على الغش في الامتحانات يقوم بهدم المجتمع، ونحن الطلاب نحن بنات المجتمع، ويجب أن لا نغش حتى يرتقي المجتمع ويزدهر. ونحن نعلم بأن الفرد والأسرة هم أساس المجتمع، فإذا كانت الأسرة صادقة والفرد صادق وأمين تكون المجتمعات مزدهرة ومتطورة. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الرابع، أشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى أن تقوموا بمتابعة دروسكم أولا بأول، وعليكم القيام بحل الواجب وأسئلة الدرس في صفحة 38، السؤال الأول والثاني والثالث والرابع على دفاتركم، وتقوموا بوضع العنوان والتاريخ والقيام بمتابعة الدروس وحفظها أولا بأول. والسلام عليكم.